Toi, tu joues mieux que l'autre. Le dernier minute, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est le foot. اي حاجه كتحلمها كتحققها المغرب تاهل لا كوب دو موند وحنا جينا لا كوب دو موند حيت كان الحلم ديالنا هو نحضر المغرب لا كوب دو موند شكون حنا مغاربه شكون حنا مغاربه شكون حنا مغاربه ومن انت من كازا ولكن من الايطالي من انت مغاربه اش مدينه الرباط الرباط قنيطره فاس فاس مغاربه الرباط مغاربه الرباط الرباط ديما ديما كازا خويا كازا 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 ستا فينا وجدا قنيطرة بلادر قنيطرة أصلا أصلا قنيطرة حنا لا بويز هولندا هولندا تحية المغرب أري المغرب الرباط وعيش باريس جاهزة إن شاء الله أكادير طنجة كريبتون كوندور كازا 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 كبير C'est juste incroyable, une super énergie. Mais on sent quand même que le Montachab, Baki, Izid, Ouyati, Ktar, Ktar, Ouahnaya, Naïbash, Nsan 2, Ouachili Kain, 0-0. El partido estaba muy peleado y vamos Marruecos, ya, estamos en Morocco. Ça fait la meilleure qualification ici, y après tu perds avec les reins. C'est comme. Where are you from? Iran. Iran? Yes. You're not from Morocco? But it's Morocco who scored the goal. Oh, you're so cute. What's your name? Dika. Dika. God bless you. It's my gift to you. The goal of Wahdouz. Morocco! No! Morocco 1, Iran 0, but Iran wins. Where are you from? USA. The USA. Yeah. You are in the best position to pronounce yourself upon Iran. What did you think about the game? It was a good match. It was a little bit sad the way it ended. They couldn't win themselves. We're going to deliver it for them on a silver platter. I will see you the butt quarry. Daba. A butt quarry. We love Morocco. Moroccans are lovely people. They played so well. They have good-looking men. Well, thank you very much. But guys, you did a great job. Morocco is amazing. We love Moroccans and they are our lovely friends. Play football, not baseball. ديك الساعات كنت زدتي إيربيرونار في واتساب وقلتي له هاد الهضرة. اخويا سيبري باش نفهمو باش نفهمو هاد القضية هاد الأسطورة هاد إيربيرونار راهي حنا اللي درناها راه إيربيرونار الله يخلف على قاسامة باش مابقاش تقولوا لنا إيربيرونار مدرب راه سوشو كان يطيحها ورتي هاد العاصمة في الجزائر كان يطيحها والأهلي ما بغاوش يجيبوه سالينا مابقاش يجيو متلو علينا خفضت الاستعمار مازال جوج ماتشات هاد الماتش هذا لعبنا الدفاع ما كان جوج ماتشات لا والو خسرنا شاد براش هذا هو اللي فاهم كلشي اي فريق ولا اي منتخب كيبني من وسط الملعب حنا شفنا اللعابه ديالنا كانوا تقريبا ستاتيك تيخليو بن عطيه مع سايس كيبداو يسيركيلو الكره يعني ما عندهمش حلول باش مو تيضطر باش هذاك بن عطيه ولا داك سايس تيلعبوها طويله وهي في مصلحه ديال هذوك الناس هذا هو
شي يقولوا الحاله الخيبه اللي طاح فيها المنتخب الوطني. حنا مدرستنا معتمده ولا كتعتمد بزاف على الكوتي تكنيك، خص اللعابه انا تنقول لا بالهنده بصوفه جياش كان يكون عندهم دور فعال لو كان تيكونسيرفيو كونسيرفاسيون دبال ونلعبوها في الارض ونحاولوا نخلقوا على 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 الاجنحه يعني لي لاتيرو حكيمي من جهه وكان المرابط من جهه اخرى قبل ما يخرج. ربما هادو من لي زافونتاج اللي خصك تخلق على الفريق الايراني لان كان راجع كله اللور وتيلعب على لي كونتراتاك، كلهم تيلعبوا تقريبا تيرجعوا اللور وتيلعبوا الكونتراتاك ولي كونتراتاك سرع. وشفنا لاكسو الوحيده اللي جاتهم هي اللي كان تصدى لها المحمدي، فتنظن بانه يمكن هذه كانت هديه بالنسبه للمنتخب الايراني. كلمه على هذا الماتش اللي وقع اليوم اخر اللي طرون كيلو، ها واحد من الدراري بغى يهضر يهضر. واش انت معنا؟ وانا هادشي اللي كاين كانت معنا انت انا غندير بوكسي تاع بولو جلال ومشي واحد الموديل ونقول جلال صافي الدراري صافي الله معاكم. كاع الناس ديال الكرة أو واحد أنا هنايا خالد السيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. عرفوك باتمان لي شرف لي شرف يعرفوني المغاربة كاملين والرجويين والمغاربة في الجالية ولا هنايا في روسيا، يعني كلشي كيعرف باتمان الحمد لله هذا من فضل ربي. وباتمان جا لروسيا ما خيبوش الله، واخا دابا الخسران ديال اليوم باتمان راه ما كانش حاضر. علاش ما كانش حاضر؟ حيت كان عندي البيع عند حاتم عمور وبالفضل ديالو انا باش جيت لروسيا وبالفضل ديال السيد هاو بالفضل ديال السيد هو باش انا كاين في روسيا وحاتم عمور بالفضل ديالهم. المهم انا كنوعد المغاربه ان شاء الله غادي نضربوا البرتغال والتعادل ديال اليوم كيعطينا الطريق في البحر، يعني ان شاء الله غادي نربحوا البرتغال. وخصنا ندعموا اللعابه في لوطيل، خصنا ندعموا اللعابه في لوطيل باش نديروا فيهم النفس. وباطمان ما كانش اليوم غيكون في موسكو ان شاء الله وبحول الله وعشيري